من أشواط الخير والبركة في صباحية هذا اليوم، وهو شوطنا الرابع الذي خصص لفئة الجعدان اللي جاية انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها لجميع المشاركين، ونسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول. وهنا في البداية وفي المقدمة عناد أحمد بن شاهين بخلفان المزروعية تصدر، في مقدمة الشوط، بينما النغلة إلى المركز الثاني. وهنا الشبابي سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما نغلتنا على المركز الثالث. وفي ثالث المراكز الوكري لسيف بن عتيج محمد العميمي، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع. وفي رابع المراكز هنا الوصول من برنوس الصغير بن علي بن سعيد العوامي، مقدم لنا البرنوس على المركز الرابع، بينما ناخذ اللي على المركز الخامس. وفي خامس المراكز هذا هو شديد مطر بن عيد بالكوس الفلاسي، بينما في خامس التحديات ساعدنا الليبي لنتابع هناك اللي هو الطفل سالم بن سالمي بن سالم الشامسي في المركز الخامس، بينما في سادس المراكز هذا ملهم عبيد بن ثاني بن كديده الفلاسي، وسابعا اشوف هناك اللي هو جالود خالد بن مطر بن خلفان النيادي على المركز السابع، بينما في ثامن المراكز اتابع الوصول بهذه اللحظات من صفوان سهيل بن حمد بن مرزوق العامري، بينما في المركز التاسع دخول بدأ الآن من قبل المشاهدين الأعزاء اللي هو مرضي ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، وعاشرا يتقدم شاهين عبد الله بن عجيل بالصوب الاكتبي. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وفينا لمسامعكم هذه الأسماء، هذه الشعارات، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط وإلى البداية، عودة إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المعترك الذي يدور نحو مقدمة هذا الشوط والبداية نحو المركز الأول. ما شاء الله، هنا في الصدارة الشبابي سالم بن سعيد بن كاسب المسافري، ولكن غير على مقدمة هذا الشوط، غير على البداية في هذه اللحظات، وهذا هو أيها الأخوة الكرام ومتابعين الأعزاء من غير إلى المقدمة وإلى المركز الأول الوكري، الوكري لسيف بن عتيج العميمي يقدم لنا الوكري في صدارة هذا الشوط في المقدمة وفي المركز الأول، بينما في المركز الثاني يتابع عناد أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي، بينما في المركز الثالث هذا هو شاهين عبد الله بن عجيل بن محمد بالصوب الاكتبي، بينما نتابع اللي على المركز الرابع. وفي المركز الرابع يتقدم الدوحاني، الدوحاني يقدم لنا مرضي ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، وهناك اتابع اللي قادم في هذه اللحظه واللي واصل لنا صفوان سهيل بن حمد بن مرزوق العامري. هذه هي الاسماء، هذه هي الشعارات، لكن نعود الى المقدمه، نعود الى البدايه، نعود الى الصراع والتنافس الذي يدور نحو مقدمه هذا الشوط نحو المركز الاول. روح يا بالصوب، روح الله وياك مع الكيلو والمتر الاخير، مع الغلاف الجوي الاخير اللي يفصلنا عن خط النهايه، اللي يفصلنا عن خط النهايه، وهذا هو مسيطرا امامكم شاهين عبد الله بن عجيل بالصوب الاكتبي. الله، لكن الدوحاني، الدوحاني قادم، الدوحاني قادم مع مرضي ناصر بن سالم بن سليمان الدوحاني، يتقدم هذا الشعار من الباطنة ومن سواحل الباطنة في هذه اللحظات على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث هناك يتحرك اللي هو الوكري لسيف بن عتيج العميمي، لكن عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى بالصوب. روح يا بالصوب، روح
روح وانطلق ما شاء الله وتبارك الله على هذه الانطلاقة على هذا التحدي الرائع والجميل. الله سلام 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 وتحية واحترام لمالك هذا الشعار عبد الله بن عجيل بصهوب نكتبي ينتزع الفوز مع شاهين، وها هو شاهين ينتزع الفوز لحظتي وصوله، ولكن الدحاني مع اللحظة الأخيرة. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك يا مرضي ناصر بن سالم بن سليمان الدحاني. المركز الثاني وصل اللي هو شاهين عبد الله بن عجيل بالصوب الاكتبي. المركز الثالث وصل العميمي سيد بن عتيجي العميمي. التوقيت الزمني 6 دقائق 16 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.